السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقة إيجابية. اليوم إن شاء الله غادي نكمل لكم الموديول ديال المات فينونسيير ماتيماتيك فينونسيير. غنتكلم اليوم على الدرس الكوغ ديال لي زانويتي. عندي هنايا 4 اكزرسيس كيف ما كتشوفوا 4 اكزرسيس، يعني نوعت لكم وفي نفس الوقت غنحاول انني يعني نعطيكم الحاجه اللي هي مفيده وتستافدوا ان شاء الله وتجيبوا دي بون نوت. قالوا لنا لا كيسيون اكزرسيس 1 سي زانويتي كونستون كابيتاليزي او تو انوال دو 5% donne une valeur acquise au moment du dernier versement de 250 000 dirhams. Déterminer le montant de l'annuité. Ok. Exercice 2. 8 mensualités constantes de 9 000 dirhams. Chacune donne une valeur acquise au moment du dernier versement. 95 000 dirhams. Quel est le taux trimestriel de capitalisation? Exercice 3. Soit une suite de 7 annuités constantes de 4 500 dirhams. Déterminer la valeur à intérêt composé au taux annuel de 5% de cette suite au moment du versement de la troisième annuité. Exercice 4. Un particulier a contracté un emprunt remboursable par trimestrialité constante de 9 000 dirhams chacune pour 6 ans, sachant que le premier versement est payable à un an après la date du contrat. Calculez le moment de cet emprunt taux trimestriel de 5%. Ok, d'abord on va voir l'exercice l'oulani correction. Correction, galoulina, tiel, exercice 1, galoulina, 6 annuités constantes capitalisées au taux annuel de 5% donne une valeur acquise au moment du dernier versement de 250 000 dirhams. Déterminer le montant de l'annuité. Le montant de l'annuité, nous allons sortir باش بالعلاقه اللي كيعطيونا ديال لانويتي لو مونطون دو لانويتي شنو هو كنعرفوا العلاقه في ان كتساوي انويتي فوا 1 زائد اي اس ان موان 1 سور اي هذه هي العلاقه اللي كنخدموا بها لي زانويتي دونك غادي نعوض كل حاجه في بلاصتها عندنا 250 000 درهم ايغال ا ا سور غنعوض بهذا الشيء لي طو اللي عندي 1 زائد طو اللي هو 5% 0.05 سور ان اللي هي سي سي موان 1 اوكي sur 0.05. Ok, d'abord on a un mot de bêche de charge à annuité. Il y a A égale à ce qu'on a trouvé comme ça, 13 000 et 55 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 000 et
هو VN كنعرفو ديما كنخدمو هاد العلاقة ديال الانويتي سور 1 فوا 1 سور اي بلس اي اوس ان موان 1 سور اي. هادي العلاقة اللي كنخدمو بها لي زانويتي. اوكي دونك حنايا طلبو منا حنا عندنا خمس حنا عندنا 35 95000 كتساوي 9000 فوا نطبقو في العلاقة 1 زائد اي اوس ان ناقص 1 على اي غتعطيني اشنو؟ نعوض هاد العلاقة نحطها هنا هاد العلاقة غادي نحطها هنا 1 زائد اي اوس ان ناقص 1 على اي كتساوي هادي تقسيم هادي شنو غتعطيني؟ غتعطيني 10.555. اوكي pour trouver le temps nous utilisons la méthode de l'interpolation. Ok, interpolation linéaire. غناخد هاد العلاقة اللي أنا خدمت بيها وغنعوضها بلوتو اللي عندي 1 زائد 0.075 هدي هي 75% أوس إن ناقص 1 على 0.075 كتساوي 10.446. انا الهدف ديالي من هذا التمرين هو انني كنشوف النسبه اللي كنقارنها بين الطول الاولاني والطول الثاني باش كندير واحد المقارنه وانتم غادي تفهموني علاش انا كنهضر. اوكي انا يعني غنشوف فين كاين الفرق بين الطول الاولاني ولا الطول الثاني. اوكي عندي ايضا 1 زائد اي اوس ان ناقص 1 على اي اللي عطاتني 10.555 هذه تبقى عندي. دونك لاحظ بين ان هادو هذا قل من هذا. اوكي غادي نعوض باش 8%. دائما حنايا كاين واحد العلاقه اغلبيه اللي كانوا خدموها غيكونوا خدموا الطلبه كتعوض بين 8% او 7.5%. اوكي باش كتقارن بين الطول الاولاني والطول الثاني 1 زائد 0.08 اوس ان ناقص 1 على 0.08 كتساوي اللي غنحسبها في الكالكولاتريس غنلقاها 10.63. دونك انا عندي هنايا الطول ديال الطون اللي عندي هو اي كتساوي 7.5%. انا بغيت نعرف اي اللي هنايا ما كايناش اللي نعرفها وهنا اي اللي هي 8%. اوكي هذه هي الطريقه وهذه هي لا ميثود. دونك غادي ندير العلاقه بين الطول الاولاني والطول الثاني. العلاقه بين الطول الاولاني والطول الثاني شنو عندي؟ عندي 7.5 زائد 8 ناقص 7.5 بلوس الطول اللي عطاوه لينا 10.555 غنقصو منو 10.446 تقسيم هاد الطو هذا ناقص الطول اللي عطاونا باش كنلقى الغيزولطا الطول اللي عندي. اوكي 500.55 ناقص 10.446 على 10.63 ناقص 10.446 غتعطيني اي كتساوي 7.5.
فاصلة تمنية وسبعين بالمية. هذا هو طول تريمستريال، هذا هو طول لو تريمستريال. اوكي، هنايا نتوقف. يعني غنكون درت لكم دو اكزرسيس، غندير لكم بارت الاول وبارت الثاني. غنعطيكم بلوزيور اكزرسيس ان شاء الله باش تفهموا هاد الماده وتعرفوا كيفاش تخرجوا لي زيكزارسيس. هنايا نخليكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. كنتمنى لكم النجاح والتوفيق، والى اللقاء في فيديو اخر. شكرا.